بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام الترمذي في سننه بسند حسن عن معاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يشمل الجوانب الثلاث الذي ينبغي على الإنسان أن يتواصل بها. فقال: اتق الله حيثما كنت، صلتك بالله سبحانه وتعالى، أن تتقي الله في كل مكان، في السر والعلانية، في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في البيت والمتجر، في أي مكان تكون يجب عليك أن تتقي الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما حرم الله عز وجل وقاية، أن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه. فهذا أمر يعني يشمل كل أمور الدين التي تتعلق بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك انظر إلى العلاقة الأولى بينك وبين الله: اتق الله حيثما كنت. العلاقة بينك وبين نفسك: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أن يتبع الإنسان السيئة، إذا ارتكب سيئة أن يتبعها بحسنة. ومن أفضل الحسنات التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ارتكب ذنبا أو قصر في أمر من أوامر الله عز وجل أن يتوب إلى الله، أن يستغفر الله، أن يقوم بالحسنات. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا فاته ورد الليل صام في اليوم الذي بعده. ليش؟ قال: كأنه ارتكب ذنبا فيكفر ذلك بالحسنة التي هي الصيام. فلذلك أن تكون بينك وبين نفسك هناك صلة قوية حتى تكون هذه النفس فيها السعادة الحقيقية. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم الصلة الثالثة بينك وبين الناس، قال: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن هي ما كان يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمور الدين أن تتحسن أخلاقنا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالخلق الحسن يبدأ من الابتسامة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتنطلق فيها من الأمور الكثيرة التي يمكن أن تحاسن الناس بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالإنسان كل ما كانت أخلاقه حسنة هذا دليل على أنه قد التزم بدين الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله قال: الدين خلق كله، فمن زادك في الخلق زادك في الدين. نسأل الله عز وجل أن يحسن هذه العلاقات بيننا وبين ربنا، وبيننا وبين أنفسنا، وبيننا وبين الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.